قررت محكمة إسرائيلية تمديد اعتقال الأسير مناضل الانفعالات 10 أيام على ذمة التحقيقات، وكان جهاز الشرطة والمخابرات الإسرائيليان قد طالبا بتمديد اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل الانفعالات على ذمة التحقيقات 15 يوما. وعقدت المحكمة جلسة خاصة لبحث تمديد حبس الأسيرين اللذين أعيد اعتقالهما فجر اليوم. وقد اعتقلت قوة من الاحتلال الإسرائيلي الأسيرين الفارين في مبنى بمدينة جنين في الضفة الغربية بعد أن حاصرت المبنى الواقع في الحارة الشرقية بالمدينة وهددت بنسفه إن لم يسلم الأسيران نفسيهما. ومن جانبها حملت حركة الجهاد الإسلامي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين أعيد اعتقالهم فيما أكدت حركة حماس أن الأسرى الستة سيكونون على رأس صفقة التبادل القادمة مع الاحتلال. قوات مدججة وملايين الدولارات أنفقها الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى هذه اللحظة، واعتقال هذين الأسيرين أيهم كممجي ومناض النفيعات بالحي الشرقي في جنين والتي وصلا إليها بعد رحلة هروب وتخف استمرت لنحو أسبوعين من سجن جلبوع شديد التحصين. الأسيران آثارا تسليم نفسيهما دون مقاومة حفاظا على حياة سكان المنطقة، وقال جيش الاحتلال إنه نقلهما إلى مركز لجهاز الشباك للتحقيق معهما، واعتقل رفقتهما شخصين آخرين قدما لهما المساعدة. وكانت قوة الاحتلال قد اعتقلت الجمعة والسبت الماضيين زملاء كممجي ونفيعات الأربعة في 6 سبتمبر الجاري. وقد مددت محكمة إسرائيلية حبس الأسرى الأربعة 10 أيام على ذمة التحقيق في جلسات تعقد عبر تطبيق زوم بذريعة انتشار فيروس كورونا، وهو ما اعتبره فريق الدفاع انتهاكا لحق السرية بين المحامي وموكله ومساسا بالأسس العادلة للمحاكمات. أنا كنت في جلسة الأسير محمود العارضة، ممنوع نشر المحكمة المخابرات أجت بطلب ممنوع نشر أي تفاصيل نحكيها لوسائل الإعلام إلا شغلتين: فترة التمديد محمود العارضة تمدد لحد 29 الشهر، برضو على وضع الصحي، وحتى وضع الصحي ما كانوش كابلين إنه نحكي. من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إعادة اعتقال كل الأسرى الفلسطينيين الستة بالعملية المحكمة، إلا أنه عبر عن عدم رضاه لوجود خلل فادح على المستوى الاستخباري والعملياتي. ما جرى هذا الصباح عندما أتمت قوات الأمن إلقاء القبض على المخربين الستة الذين فروا من السجن هو مثال جيد وإن كان صغيرا على تلك الظاهرة التي تحدثت عنها. الهروب نفسه كان خللا فادحا، لكن المقاومة الفلسطينية اعتبرت عملية الهروب إنجازا كبيرا في حد ذاتها. وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حماس أن كتائب القسام ستبقى على عهدها بأن يكون الأسرى الستة على رأس صفقة التبادل القادمة. نؤكد على ما أكدت عليه كتائب الشهيد عز الدين القسام بأن هؤلاء الأبطال الستة سيكونون على رأس قائمة أي صفقة تبادل قادمة، وأن قضية الأسرى ستبقى دائما وأبدا على رأس سلم أولويات المقاومة وحركة حماس. الفلسطينيون الداعمون لأسراهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي يرون عملية الهروب حدثا فارقا في تاريخ النضال ضد الاحتلال الذي يثبت المقاومون الفلسطينيون هشاشته طالما توافرت الإرادة والعزيمة. وللحديث حول هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من جنين، الحاج فؤاد كممجي والد الأسير أيهم كممجي والذي تم إعادة اعتقاله فجر اليوم بعد نحو أسبوعين من عملية نفق الحرية. حاج فؤاد أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشر. حقيقة دعني أنا أعلم أن الخبر لم يكن سار بالنسبة لكم اعتقال أيهم، لكن كيف علمتم بخبر اعتقاله؟ في بداية الساعات الأولى من الليلة الماضية وصلنا معلومات عن طريق التواصل الاجتماعي ومن شبكات الأخبار إنها قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت جنين من عدة محاور. لما فات الجيش على جنين وكنا مستبعدين إنه يكون أيهم وزميله موجودين في جنين،
في تمام الساعة الثانية إلا ربع وصلنا اتصال على رقم تليفوني، الرقم كان مش مسجل عندي يعني بدون اسم. رديت على التليفون وإلا بأيهم بكل مرحبا يابا، أنا اتحاصرت وبدي أسلم نفسي حفاظا على حياة اللي بالدار واللي بالحارة. بقول له ليش وين أنت؟ قال لي أنا بالحارة الشرقية في جنين. طبعا كانت صدمة كبيرة جدا جدا إنه ابني موجود في جنين، وجنين يعني لا تبعد عن قريتنا أكثر من 3-4 كيلو، وأنا ما قدرت أشوفه وما قدرت أسمع صوته. كانت صدمة كبيرة إلنا برضو إن نهاية الرحلة اللي كان فيها هو أصحابه تكون بهالطريقة. كنت متوقع إنه أيهم يكون في مكان أأمن وأبعد من جنين أو وصل للخلاص. فكانت مفاجأة وصدمة إلي كبيرة جدا جدا ولذويه اللي في الدار. المكالمة بينك وبين أيهم هي المكالمة الأخيرة، الحديث الأخير قبل اعتقاله، فقط تحدث فيها عن أنه سيقوم بتسليم نفسه، يعني أم دار بينكما حديث آخر يعني؟ لا، كل المكالمة ما تعدت 30 ثانية يعني، فقط يعني على أساس أنه يخبرني أنه كان متواجد في جنين يعني، وأنه الجيش محاصره، وأنه سلم حاله يعني حفاظا على أهل البيت اللي كان متواجد فيه وعلى الحارة، لأنها كانت قوة كبيرة جدا جدا من الوحدات الخاصة ووحدات الجيش محاصرة البيت، وكان قسم ثاني من سيارة الجيش بتكون بعمليات اعتقال للتمويه على عملية اعتقال أيهم ومناضل. هل عندك معلومات يا حاج عن كيف علموا بمكان أيهم ومناضل في جنين؟ أصدقك لا والله ما عندي أي معلومة، بس اللي بعرفه يعني أن إسرائيل دولة يعني عندها تكنولوجيا، عندها معلومات استخباراتية، عندها طيارات، وبالنسبة لأيهم ولمناضل يعني شباب عزل لا حول لهم ولا قوة، فمش بعيد يعني إنجاز كبير، يعني إنجاز كبير كبير أنه أيهم ومناضل يبقوا لحوالي الأسبوعين خارج السيطرة من قبل قوات الاحتلال. هذه المكالمة التي أجراها أيهم معك، كانت هذه هي المكالمة الأولى منذ أن خرج من السجن مما يعرف بنفق الحرية أثناء فترة هروبي؟ هي المكالمة الأولى والأخيرة. قبل عملية التحرر في حوالي أسبوعين كانت الزيارة من قبل الصليب الأحمر، يعني كنت أنا في زيارته وزرته، كانت هي آخر مرة بشوفه وبسمع صوته فيها، باستثناء المكالمة اللي حكاها معي الليلة اللي مضت. علمت، أنا قرأت أن أيهم كان يتمنى أن يقوم بزيارة قبر والدته أثناء عملية الهروب، وعلى ما يبدو أنه لم يتسنى ذلك، هل علمت بهذا الأمر سيد فؤاد؟ نعم، علمت من المحامي منذر أبو أحمد، حكى لي أنه أثناء زيارته له أخبره أنه كان حابب أنه يزور قبر أمه اللي توفت وهو أخوه بالسجن، وما قدروا يودعوها ولا قدروا يشوفوها يعني وقت وفاتها. سيد فؤاد، هل أنت نادم أن أيهم قام كيلوات بسيطة؟ نعم، هل أنت يعني تشعر بالندم أن أيهم قام بهذه العملية من الأساس وقام بالهروب من السجن، وبعد ذلك بعد حواليه أسبوعين تم اعتقاله مرة أخرى؟ يعني كنت تتمنى ألا يقوم من العملية بالأساس، أم كنت تتمنى ألا يستطيع الاحتلال يعني القيام بإعادة اعتقاله مرة أخرى؟ أنا كنت أتمنى إنه أيهم يعني يشتم رائحة وطنه بطريقة مشروعة، ولكن رب العالمين قدر إنه يكون بهاي العملية. أصابني شيء من الفرح لما عرفت إنه أيهم استنشق هوى بلاده، مشي على أرض بلاده،
أكل من ثمار بلاده، ولكن الفرح كان يشوبه الشيء الكثير من القلق ومن الخوف على مصير أيهم، يعني شو ممكن أنه يصير فيه. نعم حج فؤاد، أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك بالتأكيد، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من جنين السيد نضال نفيعات، شقيق الأسير مناضل نفيعات الذي تم إعادة اعتقاله فجر اليوم بعد نحو أسبوعين من عملية نفق الحرية. أحييك أخي نضال، وأريد أيضا أن أستمع لروايتك، كيف علمتم بخبر الاعتقال شقيقة مناضل؟ الله، في البداية احنا عرفنا عن طريق وسائل الإعلام زي ما أغلب الناس يعني عرفت، في خبر كان تقريبا على الساعة واحدة أنه في منزل في مدينة جنين في الحي الشرقي من مدينة جنين محاصر. بعدها تولت الأنباء أنه الموجودين في المنزل مناضل وأيهم وجرى اعتقالهم. توجهنا للمنزل بعد ما انسحب الجيش، وتبين من أكدونا يعني أصحاب المنزل أنه المعتقلين مناضل وأيهم. أيهم كان قد أجرى اتصال هاتفي مع والده، هل استطاع مناضل أن يقوم بنفس الأمر معكم نضال أم لا؟ نعم، مناضل ما أجراش ولا اتصال، ما كانش في بيننا وبينه أي وسيلة تواصل، وما كناش نعلم وينه. سمعنا أنه أيهم أجرى اتصال عبر وسائل الإعلام. لا تمام، هل لديكم يعني أي معلومات تخص حالة مناضل الآن؟ مناضل اليوم كان في له محكمة الساعة 4:30 العصر، تمدد لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق في مركز تحقيق الجلمة. نسأل الله أنه يكون معهم يعني في هاي المحنة وفي هاي الشدة، وزي ما بنعرف أنه كلهم زملائهم الأربعة اللي سبقوهم اللي تم اعتقالهم تعرضوا لتحقيق قاسي، فنسأل الله أنه يكون معهم ويهون التحقيق عليهم ويكون برد وسلام عليهم إن شاء الله. أنتم كأسرة مناضل لم تعلموا أي شيء في الفترة التي قضاها مناضل حرا خلال الأسبوعين الماضيين، كنتم لم تعلموا عنه أي شيء، وحتى وجوده في جنين لم تكن تعلموا عنه شيء نضال؟ لا بتاتا، احنا ما كناش نعرف يعني وين هو، في أي أرض أو في أي سماء، كنا قلقين جدا على مصيره، فإحنا ما كانش عندنا أدنى معلومة عن مكان تواجده في جنين أو في مدينة ثانية، فما كناش نعرف عنه أي شيء عن مكان تواجده، ما كانش في بيننا أي وسيلة تواصل. أنا أعلم أن خبر اعتقاله مرة أخرى بالتأكيد كان خبر صعب عليكم على أسرته بشكل عام. هل كنتم تتمنون أن لم يقوم يعني مناضل من الأساس بهذه العملية، يعني افتكاك نفسه من سجون الاحتلال الإسرائيلي أم لا نضال؟ والله بالنسبة للي عمله مناضل يعني مفخرة لكل عربي ولكل فلسطيني ولكل واحد يعني بينتمي لهذه القضية الفلسطينية أو في عنده انتماء لهذه القضية الفلسطينية، فكل واحد عنده انتماء لهذه القضية، فرايح كفخور في اللي عمله مناضل وزملائه، فإحنا فخورين جدا باللي عمله مناضل، نتمنى أن ربنا يفرج عنهم يعني قريبا في أي صفقة قريبة، أن ربنا يفرج عنهم ويرجعوا لأهاليهم بدون مطاردة وبدون ملاحقة. طيب نضال، أنا أتمنى أن تبقى معي، سأعود إليك، لكن انضم إلي الآن عبر الأقمار الاصطناعية من النصر السيد منذر أبو أحمد، محامي الأسير أيهم كممجي. أحييك أخ منذر، وبالتأكيد أريد أن أستمع منك عن كيف حال أيهم، أنت قابلته، كيف صارت جلسة المحاكمة الأولى له بعد إعادة اعتقاله؟ أولا مساء الخير لك وللمستمعين وللمشاهدين. بخصوص أيهم، تم اعتقاله زي ما سمعنا صباحا بحدود الساعة 2 من منطقة الحي الشرقي في جنين شمال جنين، تم اقتياده إلى منطقة عسكرية اسمها سالم في شمال جنين، وبعد ذلك تم نقله على التحقيق الجلمي. هاي لحظة اعتقاله كانت بحدود الساعة 2 من لحظة اعتقاله لحين وصوله لمركز التحقيق
تم الاعتداء عليه بطريقة همجية ووحشية من قوات الأمن اللي اشتركوا في عملية الاعتقال، سواء جيش أو قوات أمن أو شرطة أو حرس حدود. الاعتداء عليه وقف فقط في لحظة دخوله سجن الجنمي وتحويله إلى التحقيق في الشباك. كيف صارت الجلسة؟ هل هناك كان تعنت من قبل القضاء؟ يعني نريد أن نعرف تفاصيل أكثر سيد منذر في هذا السياق. في هيك جلسات تعتبر المحاكم محاكم صورية لتمديد الاعتقال، وخاصة أنه إحنا عم نحكي عمان على ملف اللي هز الكيان الصهيوني، هز الدولة من أساسها لراسها. ما في حدا بالقيادات، سواء قيادات سياسية أو قيادات عسكرية، ما تدخلت في هذا الاعتقال، وهي حملة المطاردة. فما كان متوقع من القاضي أنه يعطي أمر لإيقاف التحقيق، كان متوقع من القاضي أنه يحط إيده بإيد الشرطة ويمدد الاعتقال هدف توضيح الصورة وإعادة هيبة الاحتلال أو ما تبقى من هيبة الاحتلال بعد ما تم خروج الأسرى لفترة 14 يوم من السجون. طيب أنا سأعود إليك سيد منذر، لكن لدينا الآن مشاهد تعرض للمرة الأولى، قام الاحتلال الإسرائيلي بنشرها لأول مرة للأسرى، أسرى سجن جلبوع أثناء تجولهم بعد الفرار من السجن. هذه هي المشاهد التي قامت وسائل الإعلام الإسرائيلية بعرضها للمرة الأولى، كما نرى بعض الأسرى بعد فرارهم من سجن جلبوع يقومون بالتجول خارج السجن. هذه الصور والمشاهد تعرض للمرة الأولى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هم يعرضونها بالتأكيد في هذا التوقيت بعد القيام بإعادة اعتقالهم مرة أخرى. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قال أن ما حدث هو تقصير كبير من جانب السلطات الإسرائيلية، وتحديدا من جانب الاستخبارات، وتقصير من جانب الاستخبارات الإسرائيلية. سيد منذر، تعتقد ما الهدف من نشر هذه المشاهد الآن للمعتقلين الست؟ واضح انه اسرائيل بهاي المرحله بعد ما تم التخسير مبالغ كبيره وخساره هيبتها امام المجتمع الدولي، واضح انه عم بتحاول تلملم جروحها. انا ما شفت الصور، ولكن انا اخمن وارى انه اسرائيل ما في عندها مفر انه في هاي المرحله غير انه تطلب اعاده هيبتها امام المجتمع الدولي، وخاصه انه معروف ككيان صهيوني موجود في منطقه حساسه، منطقه الشرق الاوسط، له وزنه، له جيشه، له استخباراته العسكريه واستخباراته المدنيه، وما قدرت استخباراته توصل للمعتقلين الفارين خلال فتره 14 يوم، وتم اذلالهم بعد ما تم كشف معلومه انه ايهم ومناضل دخلوا المخيم او دخلوا منطقه جنين من اليوم الثالث للفرار او خروجهم من السجن. هذا الشيء يدل على فشل ذريع في الاستخبارات العسكريه والمدنيه الاسرائيليه. كل الاتجاه وكل الانظار كانت متجهه على اعتقال الشباب في اليوم الرابع في منطقه الناصره او منطقه الناعوره، اليوم الرابع والخامس، ولكن بقي ايهم ومناضل طليقين لفتره 12 يوم اضافيات بعد ما دخلوا منطقه مخيم جنين. إذن هذه المشاهد التي نراها الآن مشاهدينا الكرام قامت بنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تنشر لأول مرة للأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد خروجهم وهروبهم من سجن جلبوع فيما يعرف بعملية نفق الحرية. كانوا يتحركون بهدوء شديد، حتى بعضهم كان على ما يبدو يحمل بعض الحاجيات في بعض الشنط كما ترون في هذا المشهد. الستة تمت إعادة اعتقالهم مرة أخرى، آخرهم كان منذ في بداية صباح هذا اليوم، أيهم كممجي ومناضل انفعات. عودة مرة أخرى لوالد أيهم الحاج فؤاد كممجي. حاج فؤاد، على ما يبدو أن أيهم استطاع بشكل أو بآخر أن يقطع طريق طويل حتى وصل لجنين، بشكل أو بآخر حصل على مساعدة من قبل يعني بعض إخوانه الفلسطينيين. ماذا تقول لكل يعني شخص قام بمساعدة أيهم أثناء يعني فترة حريته التي قضاها خارج السجون والمعتقلات الإسرائيلية؟
يعني بشكر كل واحد قدم أي مساعدة ولو كانت بسيطة لأيهم. كان الواجب يعني والمفروض يعني هذا على كل بيت فلسطيني، والحمد لله رب العالمين كل بيوت الفلسطينية بيت واحد تعاملوا معه. يعني أي واحد ساعده من كل قلبي بقدم له كل احترام وكل تقدير. وبالنسبة للبيت اللي اعتقل منه يعني كل الاحترام وكل التقدير ما بجزيهم، فبطلب من رب العالمين انه يجزيهم عني وعنهم كل خير ان شاء الله. حج فؤاد، يعني ما هي رسالتك لأيهم؟ يعني لو وصلته يعني في يوم من الايام، ماذا تقول لهم من خلال شاشتنا؟ بحكي له انه الرساله اللي كتبتوها في اصابعكم في سواعدكم الطاهره ان شاء الله انها تكون وصلت للمكان الصح. حبوا يوصلوا رساله يعني انه العالم كله بشكل عام وفلسطين في جميع اطيافها في جميع فصائلها بحكومتها في شعبها، حبوا أيهم والشباب الخمس اللي معه إنهم يذكرون في قضية الأسرة اللي كانت شبه منسية يعني من غالبية الشعب والأطياف والفصائل. شباب أمضوا سنوات طويلة داخل السجن، شباب أمضوا زهرات عمرهم داخل السجن، يعني إلهم الحق كل الحق في أقل حق لهم اللي هو الحرية اللي هو أي كل كائن حي بتمتع فيها، ومطلب يعني شرعي لكل كائن حي الحرية إنه يكونوا مثل باقي الناس ومثل باقي الشعب. شباب ضحوا بزهرات شبابهم زي ما حكينا داخل وراء القضبان، آن الأوان إنه الناس والمؤسسات وكل واحد بيقدر انه يقدم لهم اي مساعده. نعم. انه يذكر انه في خلف القضبان اسرى وشباب افنوا زهرات شبابهم فيه. حماس يا حاج فؤاد قالت اليوم انها ستكون حريصه على في صفقه التبادل القادمه مع الاحتلال ان يكون المعتقلين السته ضمن المفرج عنهم. كيف استمعت يعني لهذا التصريح من قبل حماس؟ يعني الفرج من رب العالمين أولا ومن ثم بالمقاومة ثانيا، بنحني لها احترام اللي بدها تكون سبب في أني أضم ابني ولو ليوم قبل يعني رب العالمين ما يتوفاني. بنحني لها احترام وأثلجت صدورنا حقا، يعني قدرت أنها ترجع لنا يعني أولادنا من خلف القضبان بعد ما قطعنا الأياس إن نقدر نشوفهم ونقدر نقعد معهم ونحكي معهم نزوجهم نشوف أولادهم. فبوركت جهودهم ورب العالمين يجزيهم كل الخير. الله يكرمك وكان الله في عونكم. الحاج فؤاد كممجي والد الأسير أيهم كممجي الذي تم أو الذي أعيد اعتقاله فجر اليوم بعد أسبوعين من الحرية. شكرا حاج فؤاد. وعودة للسيد نضال نفيعات شقيق الأسير المناضل الأسير مناضل نفيعات. على حد علمي أن مناضل كانت لديه شهور قليلة وبعد ذلك سيتم الإفراج عنه وسيقضي فترة حبسه. يعني ما الذي دفعه السؤال الذي يثار؟ ما الذي دفع مناضل كي يقوم بهذه العملية على الرغم من أنه كان متبقي له بعض الأشهر القليلة؟ يعني هل لديك أي معلومات في هذا السياق؟ في البداية مناضل كان إداري ما كانش محكوم له 19 شهر، فهو موقوف يعني هو مش مبين قديش ضايل له، فهو مش مبين إنه ضايل له شهور قليلة أو أكثر من شهور قليلة، فهو مش محكوم كان إداري وكان ينزل محاكم على هذا الموضوع. فبالنسبة للموضوع الثاني إنه شو اللي خلاه يعمل هذا العمل، فأي أي واحد راح يكون في السجن راح يكون تفكيره إنه
شو الطريقة اللي أنا رايح أتحرر فيها وأطلع فيها من السجن. فكل أسير همه ومناه ومراده إنه هو يتحرر من السجن وما يكونش في السجن، لأنه مش المكان للإنسان السجن. أخ نضال، لعله يعني من حيث الظاهر يبدو أنكم أسرة مناضلة، اسمك نضال وأخوك مناضل، فيبدو أن التربية من الأساس كانت تسير في هذا الاتجاه، فكرة النضال بشكل عام. أخ نضال، هل هذا صحيح؟ صحيح، احنا 4 أشقاء كلنا تعرضنا للاعتقالات، لأكثر من اعتقال، مش اعتقال واحد. يعني احنا من 16 عام ما تجمعناش في البيت، الـ4 أشقاء مع بعض، كلنا تعرضنا للاعتقالات، اعتقالات متكررة، وكل شقيق من أشقائي له أكثر من اعتقال. نعم. هل تحب أن تتوجه برسالة لمناضل بعد إعادة اعتقاله بشكل يعني في كلمة أخيرة؟ تفضل. والله بالنسبة للعمل اللي عمله مناضل، احنا فخورين فيه جدا، وهذا عمل مشرف لكل فلسطيني ولكل عربي ولكل واحد قريب من قضيتنا الفلسطينية، ونسأله الفرج القريب إن شاء الله في صفقة تكون قريبة، ويكونوا من على رأس أولويات السلطة الفلسطينية، أو على سلم أولويات المفاوضات يكون موضوع الأسرى هو الموضوع الأول. هم عادوا للموضوع الأسرى وقضية الأسرى للواجهة في عملهم، في هذا العمل، وإحنا فخورين فيهم جدا، فخورين فيهم. نضال نفيعات، شقيق الأسير مناضل نفيعات، الذي تم إعادة اعتقاله فجر اليوم، شكرا جزيلا لك. عودة لي سيد منذر أبو أحمد، محامي الأسير أيهم كممجي. هل تحدث إليك سيد منذر أيهم فيما يخص فترة الأسبوعين، أسبوعين الحرية، أو إذا صح التعبير، كيف كانت تسير الأمور بالنسبة لي؟ يعني هل تحدث إليك في هذه التفاصيل؟ أعطاني أيهم تفاصيل دقيقة ممتعة بخصوص حياته من لحظة خروجه من نفق الحرية لحين وصوله لمنطقة الحاجز أو منطقة التماس ما بين 48 و 67، منطقة سالم، وكيف اجتاز الحاجز، وكيف دخل عن طريق الشيك في اتجاه جنين، وكيف وصل على المخيم، وكيف الناس ساعدته، وكيف كان ملتحي وأزال لحيته، وكيف كان على رأسه شعر وحلق شعره، وكيف كان أنه محاول قد ما بيقدر أنه ما يكون في تواصل ما بينه وبين الناس، عشان كان ما يكون في تشخيص له، أو أنه ما يكون في توريط أشخاص آخرين بعد ما يعرفوه أو يعرف أنه هذا أيهم اللي شرد أو اللي طلع من نفق الحرية. كان إنسان مسؤول على قدر المسؤولية كاملة، مدة 12 يوم قضاها في مخيم جنين، حاول قدر المستطاع أنه ما حد يعرفه، ما حد يشخصه، يأخذ المساعدة من الناس، وما يعرف أنه هو أيهم كممجي، إنسان مسؤول فعلا، إنسان اللي قضى في السجن 16 سنة. فعلا سيد منذر يعني تعرض لإطلاق النار عليه من قبل سلطات الاحتلال، كان على قاب قوسين أو أدنى في بعض الأحيان من اعتقاله قبل أن يعتقل بصورة نهائية. نعم، لحظة محاولة الاغتيال الأولى كانت في اليوم الثاني لخروجه من نفق الحرية، كان الإشي مباشر لما كان هو بنضال في منطقة مرج بن عامر، كان إطلاق نار مباشر باتجاههن، فلوا من قوات الأمن، فلتوا أغراضهن، ولكن من بعيد كانوا شايفين أن قوات الأمن شافت شنتاتهن، فتحت الشنتات، شافوا الراديو اللي كانت معاهن، شافوا أخذوا دخانهن، أخذوا أواعيهن، النبش في أغراضهن ومقتنياتهن اللي طلعوا فيها من السجن. في هاي المرحلة افترقوا كل واحد في اتجاه بعد ما تم الإطلاق النار. مرحلة محاولة الاغتيال الثاني كانت باللحظة اللي قرب في اتجاه نقطة التماس في منطقة سالم، كان في نظر مباشر من جيش الاحتلال باتجاهه، تم اطلاق النار مباشر باتجاهه. ما بلغني ايهم انه كان في علم لوجوده، او انه كان اطلاق النار عشوائي، او انه كان مباشر له بسبب انه كانت الدنيا ليل، ما كان معروف انه قوات الامن فعلا تطلق مباشر عليه، او الشيء فقط للتخويف او ترهيب ايهم او اي شخص ثاني كان ممكن يكون في هذه المنطقه.
الأخ منذر أبو أحمد محامي الأسير أيهم كمام جي، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من الناصرة، شكرا جزيلا لك.